الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجي لي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه بالعقل اللي رايح مسافر ده، مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. لو أنا اقترحت عليكم مين هو البرانش في طب الأسنان اللي مش واخد حقه، تعبير المشهور دلوقتي اللي هو underrated، اللي مش واخد مساحته من الألم. وخلي بالكم، اوعوا كلامنا في برانش معين من برانشات طب الأسنان زي التجميل أو زي الزراعة يديكم انطباع أن طب الأسنان هو تجميل وزراعة وبس. الحكاية دي أنا بخاف منها جدا، بخاف منها مش بس في الأسنان، في أي فرع من فروع الطب. لما نيجي نتكلم في أي فرع من فروع الطب في موضوع معين في وقت معين، ما يدخلش في دماغ المشاهدين إن هو ده البرانش الأفضل والأهم، التجميل هو لا، ولا إنه برضو التقويم هو الأفضل، لا، ما فيش حاجة اسمها الأفضل، في حاجة اسمها الأفضل بالنسبة لك أنت. يناسبك إيه؟ يناسبك تقويم ولا تجميل ولا زراعة ولا إيه بالظبط؟ التحديد ده مسؤولية الدكتور. لكن أنا بخاف من فكرة أنه نعمل تجميل، التقويم ده بياخد وقت، لا نعمل تقويم، ده تجميل ده وحش قوي يا دكتورة، في أو يا دكتور في برد وفي مشاكل، لا يا دكتورة أو يا دكتور اعمل لنا زراعة على طول، بلاش بريدجز، لا بلاش الزراعة، الزراعة بتفشل، خلينا في البريدجز. بلاش الأفكار الغير علمية المعلبة اللي بتطلع أكيد من حد ما فهمش رسالتنا، ما فهمش احنا بنقول ايه. النهارده هنثبت الكلام دوت بالتفصيل وبشكل واعي جدا وعلمي مع ضيفتي العزيزه صاحبه الكاريزما والحضور الراقي جدا في عالم طب الاسنان، اللي بتشرح لنا شرح جميل خالص وحكايات اكثر من ممتعه. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحبه ماجستير جراحات الفم والاسنان من كليه الطب جامعه القاهره قصر عيني، ماجستير جراحات الفم والاسنان، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحه الاسنان. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور ايمن، منوراني، ربنا يخليك. ده نورك. قبل ما ندخل في الكلام الحلو النهارده، هل بتلاحظي ان الناس عندهم مضاد، يعني يسمعوا حوار في فترة من الفترات على التجميل فيبقى كله متجه للتجميل أو كله متجه للتقويم أو كل، يعني في زي ما يكون إيرة بتحصل، ولا أنا بتهيألي؟ هو فعلا الناس بتلاقيها كلها بتبقى ماشية زي موضة، على حسب برضو الميديا وعلى حسب التلفزيون بيقدم إيه، بتلاقي الاسترس كله بينزل على التجميل وعلى الزراعة. هو على فكرة فروع طب الأسنان كتير، بس الناس مثلا ما بتفكرش في الحشو. يعني عمرك ما تيجي يقول لك واحد اعمل لي حشوه كات كام، يقول لك اقفل لي ديت وخلاص. الناس كلها تهتم، يقول لك طب مثلا الطربوش، لا الطربوش اعمله لي كات كام،
ازرعه، اعمل لي الزرعه الكذا اللي هو عرف او سمع ان ديت احسن نوع. الناس دايما بتهتم جدا جدا بالتجميل والزراعه علشان الميديا بتقدم الاهتمام الاكبر، لكن مثلا ما حدش قدم الاهتمام بالحشوات، ما حدش قدم الاهتمام باللثه وامراضها، ما حدش قدم طب الاطفال خالص، تلاقي الناس كلها مش ما تدهوش الحجم بتاعه خالص. ففي فروع فعلا في طب الاسنان، التقويم، التقويم من الفروع اللي بيبقى اللايت عليها قليل جدا جدا علشان بتاخد وقت، عشان دايما الناس عايزه احسن حاجه في اسرع وقت، ويا ريت تخلص كل حاجه في 3 دقايق، يعني ما تزودش عن 3 دقايق. فالتقويم بياخد وقت، فدايما دي يقول لك المريض ايه، انا عايز اعدل سناني بس مش عايز اعمل تقويم. ليه؟ عشان ما ياخدش وقت، في حين ان هو هتلاقيه ان هو قاعد في مصر عادي وان هو بيروح مشاوير عادي، بس هو الناس ما بتحبش الزامها بمشوار معين كل فتره. فطب طب ليه، طب احنا ورانا ايه، ما نعمل دايما الاحسن، ليه نهرب ونعمل مثلا دايما الناس تقول لك ايه، ايه بديل التقويم؟ طب هو ماله التقويم؟ يعني هو التقويم زعلكم في ايه؟ التقويم دوت حاجه كويسه جدا، هتعدل السنان، مش هتكون مركب، الحاجه هتبقى ناتشرال جدا، الابتسامه طبيعيه جدا. بعد ما نعمل التقويم بقى لو لقينا مشكله في اللثه نحلها، لو لقينا مشكله شويه حشوات نعملهم، ندي بقى بعد كده الشكل الجميل. لكن التقويم في حد ذاته من البرانشز المهضور حقها ومحدش بيجري عليها، رغم انها والله نتيجه حلوه قوي. نتيجه حلوه جدا، بس انا هلفت نظرك لحاجه. في السينما كل البنات اللي في مسلسلات بتاعت الاجلي بيوتيفول وومن او البنت اللي مش جميله ومش واخده حقها، دايما يحطوا التقويم جزء كده من شكل الكاركتر بتاعها. لو شفتي اجلي بيوتيفول وومن، لو شفتي الثلاثه يشتغلونها بتاعت ياسمين عبد العزيز، هتلاقي كلهم عاملين تقويم. ايوه، او محتاجين تقويم. لا هم عاملين حاطين بريسز بتاع التقويم في الافلام دي كلها. بس برضو دراكولا تيت من الحاجات اللي موجوده في الكتب. الناس اللي عندهم الانياب طالعه لبره او نازله من مكانها زياده عن الطبيعي، دي بتبقى من الحاجات المخيفه في افلام الرعب والحاجات طبعا دي. هو اللعب في الاسنان جزء من تيمات صناعه شكل مرعب او غير. صح. جيد، لازم العب. صح. في اسناني. صح. او غبي، يعني لو شفتي غبي منه فيه او الاغبياء الثلاثه 3 ايديوت، ده بيعملوا ايه؟ بيغلوا، خلوا السنان شكلها غير طبيعي. صح. ودايما لما تدي شكل مخيف يبقى السنان ديت مش في مكانها ومش مش مرصوصه مظبوط، ومثلا البطله تحط روج احمر قوي، منظر مرعب، او اسود مثلا، رعب رعب يعني. وهو السنان فعلا بتدي امبريشن للاي كيو بتاع الانسان او مستوى ذكائه او استيعابه، تخيل. بقى بالظبط بالظبط، دي حقيقه. ظلم والله. ما هو لا، لما تكون فعلا يعني انا فاكر لسه شايف مشهد لممثل جميل، فهو مطلعينه في صوره شرير، واللي هو بقى ايه، بيبتز البنات بصور على الموبايلات، مشهد كوميدي. فهم عاملين سنه، عاملينها باللون الاسود عشان تبان سنه متشاله. فيبقى كده هو شرير، مش عاملين حاجه تانية في المكياج خالص، هو مطيرين سنه باللون الاسود عشان تبان سنه مش موجوده. فيبقى كده هو ايه، وبيتكلم بقى باللهجه، لا يا جماعه انا مش. طب هقول لك على حاجه، عارف برضو لو حد عنده عضه مفتوحه، يعني السنان من قدام مش لامسه بعضها، مش طايله بعضها، فغصب عنه لما بيجي يتكلم بيلاقي ان اللعاب بيطلع من بقه. تديك احساس ان هو حد اي كيو بتاعه قليل. وطيب. يعني دايما السنان اللي مفقوده يبقى دوت شرير، السنان لما تبقى العضه مفتوحه واللعاب بيطلع هو بيتكلم يبقى دوت حد طيب. لا هو على فكره ولا كده ولا كده، هو محتاج يتعالج بس. وبعد ما يتعالج خلاص، امتى نلجا للتقويم؟ لما يكون. طب امتى دي بقى؟ دي بقى دي نحط عليها فوكس قوي جدا. التقويم ممكن نعمله في اي سن، بس مش في كل سن هينفع نجيب النتيجه المرضيه للمريض. مبدئيا لما يكون الام والاب عندهم مشاكل في اسنانهم وعملوا تقويم او عارفين ان اسنانهم فيها مشكله، لازم لما يخلفوا على سن 6 سنين بالكتير يودوا الطفل للدكتور، يقول لهم تمام مش هنعمل تقويم والدنيا حلوه، او يقول لهم لا احنا احتمال كبير نعمل تقويم، عدي عليا بعد سنه، او ممكن يبدا على حسب هو السنان طالعه شكلها ايه واتجاهاتها ايه. في بعض الحالات وبالذات العضه المعكوسه دي بتتلحق على من 6 لـ 8 سنين، بعد كده بتبقى صعبه. يعني كان لسه جاي لي مريض امبارح حاجه و30 سنه، مستحيل تقول لي ان انا هقدر اجيب النتيجه اللي كان ممكن اجيبها وهو عنده 8 سنين،
مش هجيب نفس النتيجه. نعمل تقويم وكل حاجه بس مش هجيب نفس النتيجه. فالسن المناسب للتقويم او امتى نعمل تقويم؟ نبدا من سن من 6 ل 8 نودي الطفل للدكتور، دي افضل نتائج. مش كل حد يقول طب لما اشوف سنان ابني هيبقى وضعه ايه، طب لما يحصل مشكله ابقى اوديه. للاسف في ناس ما بتبقاش مدركه ان فعلا المشكله حصلت. امتى يتنبه؟ لما زمايل الطفل في المدرسه يعلقوا على نطقه او يعلقوا على شكله. للاسف بتبقى خلاص الحاله ساتلد، الحاله خلاص بقت حاله عنيفه، يعني الجريد بتاعها بقى كبير. بس لو لحقناها قبل كده هتتلحق بدري بدري، ده احسن حاجه. انواع تقويم ايه؟ وهل انواع افضليه؟ يعني في نوع افضل من نوع او احدث منه ولا الانواع انواع؟ لا ما فيش، كل حاله وليها نوعها. يعني كل حاله وليها الطريقه. يعني يجي مثلا حد يقول لي اعملي لي تقويم شفاف، ما ينفعش. أيوة يعني هو ده سؤالي. احنا ما ينفعش تقولي اعملي التقويم كذا ولا اعملي التقويم علشان اجيب نتيجه ايه، ممكن اجيب نتيجه ديت بطريقه تانية خالص. التقويم الناس بتبقى مركزه على التقويم المتحرك، ليه؟ علشان يبقى حر، يعرف يقلعه ويلبسه ويبقى حر، بس مش في كل الحالات ينفع. يعني انا مثلا على الصفحه بتاعتي بتاعت الفيسبوك ناس كتير قوي يقول لي ايه ده شكل بقي، احلهولي بالتقويم بس جهاز متحرك عشان ما حدش يعرف اني مركب جهاز. مش ما ينفعش، ما ينفعش المريض هو اللي يقول انا هعمل ايه، لان انت بتطالبني بنتيجه. في بعض الحالات احنا ممكن نجيب بيها نتيجه حلوه جدا والمريض ما يدخلش عمليه جراحيه بس بركب جهاز اكسترا اورال، يعني بيبقى زي دقن كده بلاستيك وحديده وبنركب ورا، فالناس تبقى مستقطره الشكل مرعب، الشكل وحش، الشكل. يا جماعه الجهاز ده ما بياخدش كام شهر وقصته بتنتهي، وابنك مش هيدخل يعمل عمليه ان احنا نقص الفك ونحركه ونرجعه لورا ونفك اللي فوق من الجمجمه ونبدا قصه علاجيا ناجحه وكل حاجه، بس انت ممكن تخلي ابنك ما يوصلش للمرحله دي لو استحملنا كام اسبوع ولا كام شهر، ما تتعداش 6 شهور في اعمق الحالات، بس هنركب جهاز اكسترا اورال، يعني هنركبه من بره. فهي القصه والله ما هي اختيار، يعني ما ينفعش ان انت تروح تقول للدكتور اصل الدواء ده طعمه فراوله فدهوني، التاني طعمه نعناع بيحرقني بلاش، مفيش حاجه اسمها كده. لازم الحاله بتاخد الجهاز المناسب ليها اللي انا اضمن لك انه يجيب نتيجه. نتائج التقويم بتظهر امتى بقى؟ لا على طول على طول على طول. لو الحاله دي متشخصه صح واحنا شغالين باجهزه صح، يعني الحمد لله الحمد لله العيانين بيجولي زيارتين ثلاثه بيكون شاف ان النتيجه ابتدت. لكن طول ما احنا في مشكله عندنا اما في التشخيص اما في الحاله نفسها او في التزام المريض او او او، لا النتيجه بتطول اكتر من كده. التنظيف بتاع السنان، تنظيف التقويم، تنظيف الحته اللي فيها التقويم دي، لان في ناس على فكره بتيجي وقت التقويم ده ما تهتمش بنظافه سنانها خالص. ده دي مشكله كبيره. اه بيعملوا ايه؟ بيقول لك ان لا انا كده لابس جهاز والجهاز وراه سلك، فهيضطر ان هو يركز ويحط الفرشه ويقف وينظف كده وينظف كده، فيعمل ايه؟ يكسل ما يعملش حاجه خالص، يبقى المنظر وحش قوي. يعني تخيل تقويم وسلك ومتراكب عليه اكل، منظر مش جميل، بلس ريحه الفم بتتغير. فاحنا بندخل نفسنا في قصه فعلا احنا في غنى عنها. القصه ايه؟ ان اللي عامل تقويم يصبر وحد من اهله يكون معاه دايما ويشجعه، ولما يروح لدكتور الاسنان في اليوم بتاع زياره الطبيب بعد ما يشيل السلك يقول له بس اديني دقيقه ادخل التواليت انظف كويس ويغسل بقى براحته، وايه يعني بيبقى مش بيستعجل. غير كده في فرش بتتباع في الصيدليات اسمها فرش تقويم او تركيبات. الفرش ديت بتبقى الراس بتاعتها رفيعه قوي قوي قوي، بتبقى زي سلكه وطالع فيها كده زي ريش او شعر او اللي هو الشعر بتاع الفرشه، بيقدر يعديه من تحت البلاطه، صغير جدا زي سلكه يعني رفيع جدا، يقدر يعديه من بره يقف على كل بلاطه ينظفها، دي بتنظف حلو قوي. لو ديت فيها مشكله ممكن نجيب جهاز معين بيتباع في الصيدليات برضو للتنظيف بتاع التقويم او التركيبات، هو معروف الجهاز ده. ده مش موجود ننزل بطريقه ثانيه اسهل برضو من كل دوت، ان احنا بنجيب سرنجه من الصيدليه مثلا 10 سنتي 20 سنتي، سرنجه كبيره قوي اللي شكلها يخوف دي، وبنملاها يا اما ميه بملح يا اما بنملاها ميه وبنحط عليها مطهر طعمه كويس،
وبنعدي بقى ما بين كل السنان ندي ميه 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 باندفاع. طبعا بنشيل السن عشان نبقى متصورين، احنا بنشيل السن وبنفضل كده 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 ننظف ننظف ننظف، تدي شكل كويس وريحه فم كويسه، ونحافظ على اسناننا الفتره بتاعه التقويم عشان ما نجيش بعد كده نلاقي ان احنا شلنا التقويم ورصينا الاسنان بس الاسنان كلها مسوسه. في ناس طريقه اكلها تاكل خيار تضرب تفاح، مفيش مانع على الكمثرى، عيش ناشف، بحب عيش ناشف قوي. في ناس كده، ناس مقرمشه غير المقرمشات، هم بيحبوا الاكلات اللي فيها قرمشه. دول معاهم مين اللي بيحب بقى القرمشه في اللي قاعدين دلوقتي؟ كل ناس كتير. انا وانت. انا بحب المقرمشه وانا بحب اي حاجه بتقرمش. انا لما اجي اكل عيش بسخنه لدرجه ان هو لا، انا بحب العيش طري. لا انا بحب العيش طري بس بحب البطاطس المقرمشه. هو تيجي تمسك الرغيف بتاعته هيشكك من كتر ما هو ناشف. اه بحب العيش الناشف قوي. الناس بقى ديت تعمل ايه؟ ما تاكلش دوت اثناء التقويم. اه بلاش. عشان بس ايه نقفل الكلام. بلاش خيار الكلام بلاش دوت للناس. لا 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 بص، الخيار الحاجات العاديه دي ما فيهاش مشكله، بس بلاش القطم الحاجات الاجريسيف يعني. مثلا جزر عايز تقطم على اسنانك الاماميه، لا ريسكي. حتى في الاسنان الطبيعيه ريسكي. الناس اللي بتجيب مثلا التفاح الاخضر الناشف والكلام دوت وتعمل كده، دي حاجات حتى في الاسنان الطبيعيه هتلاقيها مش ظريفه يعني. الاسنان الطبيعيه هتلاقي القشره بتاعت التفاح الاخضر بتدخل ما بين اللثه، ممكن تعور اللثه وتنزل دم. يا جماعه هو الطبيعي، الطبيعي ان الناس ما بتاكلش الفاكهه كده، الناس بتقطعها وتاكلها كده. دي على فكره مش عشان عاملين تقويم بس، لا ده دي المفروض ان دي تكون الاثكس الطبيعيه بتاعه الاكل، مش علشان عاملين تقويم. فعاملين تقويم هنبعد عن فتح ازازه حاجه ساقعه باسناننا، هنبعد عن اللبان الثقيل قوي، المقرمشات الصينيه اللي هي المقرمشات الصينيه اللي هي بتبقى ناشفه قوي، المكسرات بناكلها جاهزه متقشره، مش لازم احنا نختبر الفستق واحنا نشوفه معمول متحمص كويس ولا لا، الكلام ده كله نبعد عنه. ليه؟ لان هو هيخسرنا، يا اما بلاطه هتقع يا اما تيوب هتقع، ملوش لازمه، وده بيطول معانا في الوقت. بيني وبينك الفستق بالذات انا ممكن اضعف قدامه. لا ممكن تعمله كده. ما انا بحاول. او تجيب اللي اسمها كساره باينه او اسمها قطاع. مش في وقت. لا 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 هيتاكل. مش هتمشي بقى مكسره يا دكتور ايمن، هطلع كسرت البندق. لا بيبقى الفستق في وسط شله، فانا عبال ما اروح اجيب الكساره يكونوا خلصوا. طيب اشتري الفستق ايه ديت وخد اللي جنبها يا دكتور ايمن. ممكن ياكلوه بالقلبه اللي فيها. لكن ستات ورجاله يتفقوا في التقويم ولا يعني في فرق في الجندر في السجن؟ لا 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 ما فيش اي حاجه، كله زي بعضه، بس كل ما كبر السن كل ما الاستجابه بقت اضعف. كل ما صغر السن كل ما الاستجابه بقت اقوى. يعني احنا لو عملنا تقويم في الحالات العاديه من سن 12 13 سنه النتيجه بتبقى حلوه جدا. العاديه عشان في قلنا حاجات بنبدا من 6 سنين. في بعض الحالات ممكن نبداها وهو عنده 30 سنه مفيش مشكله، بس الاستجابه بتبقى ابطا شويه. لو بعد الشر حد عنده مشكله في الاربطه او سكر بتبقى الموضوع برده اطول شويه، الاستجابه بتيجي متاخر شويه. بنعمل التقويم قبل الزراعه؟ أو الزراعة بعد التقويم؟ أو الاثنين بيبقوا شركة في اللعب؟ هقول لك المعلومة اللي بعد 30 سنة. 30 سنة. 30 سنة. قاعدة بدرس في السؤال مين؟ البيضة ولا الفرخة؟ أنا هقول لك البيضة ولا الفرخة. تقويم ولا الزراعة؟ مبدئياً الكي بتاع السؤال ده إن إحنا نرجع كل حاجة لشكلها الطبيعي. يعني هوريك حالة دلوقتي كل حاجة ترجع لشكلها. في ناس بيبقى عندهم عيب خلقي إن في سنة مثلاً القاطع الجانبي مش موجود زي القمر دي. الشكل بيبقى مش جميل لو القاطع ده مش موجود، الشكل بيبقى مش جميل. ليه مش جميل؟ لان احنا بعدنا عن النيتشر. مش الطبيعي ان ربنا يخلق السنه الاماميه جنبها ناب، مش منطقي انك تبص في وشي تلاقي عندي نابين نازلين من هنا، مش منطقي. ان النياب لازم تيجي في زاويه الفم. فهنعمل ايه؟ ثاني انا مش عايزه بس نمشي بسرعه، عايزين نجيب المنظر الاول. المنظر ان احنا الاول عندنا هنا جدرين مكان السنتين دول، دي سنان اتكسرت، شايف الجذور موجوده؟ ما هو المكان الفاضي ده في جذور هتلاقيها مخدره كده. اول حاجه خالص عملنا تقويم، فتحنا المسافه كويس بخليناها ايكوال، خلينا يمين قد شمال. بعد كده خلعنا السنان دي. هتسالني طب ما خلعناهاش من الاول ليه؟ عشان تحفظ المكان بتاعنا، مش عايزين المكان يجري مننا او يحصل اي كولابس في اي مكان. سيبناهم زي ما هم، عملنا تقويم، فتحنا المسافات، ظبطنا يمين قد شمال، عشان هي دي اللعبه اللي بيقع فيها دكاتره التقويم اللي هم لسه بادئين الموضوع.
انه يلاقي ان يمين مش قد، بيبقى محتار يظبط خط النص ولا يظبط علاقه الانياب ولا يظبط الفراغات، بيتوه في القصه دي. عشان كده احنا لو سيبنا دولت في مكاننا في مكانهم هنقدر نحكم الموضوع بشكل مور كنترولبل. ماشي، خلعنا السنان، هوري حضرتك بقى شكل الخلع. خلعنا احنا السنان بتاعتنا، يوم الخلع مش يوم تاني، علشان دي معلومة برضو بتتوه من الناس. يقولك بعد ما الواحد يخلع ويهدى ويريح اللسة يزرع، لا دي معلومة خاطئة. أنا أحسن نتيجة بتجيبها لما الفريش بلاد اللي هو الجلطة المبدئية اللي هو الدم اللي موجود في المكان، بنحط الزرعة في نفس الدقيقة. بتتحط فين؟ بتتحط في النص بالظبط، أو بتتحط في لو إحنا عايزين نظبط الاتجاهات والأحجام ممكن ناخد الزرعة ربع ملي يمين وربع ملي شمال، بتتظبط. هنا إحنا حاطينها في النص بالظبط، تمام؟ وبنعمل بنطلع المريضة بسنة مؤقتة علشان خاطر ما تبقاش ماشية بشكل وحش. هنقابل مشكلة إن إحنا عندنا المكان نفسه من اللون بتاع التركيبة مش هيدينا لون السنان الطبيعية 100%. ليه؟ لأن الجزء اللي بيتربط بالزرعة بيبقى لونه رمادي أو لونه فضي. فأنت لو لابس حاجة لونها أسود وحطيت عليها تيشيرت أبيض، عمر الأبيض ما هيديك شكل أبيض، هيديك شكل إيه؟ هيديك رمادي فاتح. يبقى أنا كده بدل ما هي ماشية بمكان فاضي بقت ماشية بمكان لونه رمادي. ده الاديشن. لا طبعا ده اكيد مش جميل. فده التكنيك اللي انا بفضل ان انا استخدمه في المركز عندي، طبعا بايد الدكاتره اللي ما شاء الله عليهم، احسبهم انهم احسن ناس في مصر ان شاء الله. هنقوم حاطين خلفيه زي اللي وريتها لحضرتك اللي فيها الفتحه دي خلفيه زي ستاره. وبعد كده بنحط الاسنان. الاسنان دي لو تلاحظ لونها مختلف عن الاسنان اللي في المقدمه، لونها مختلف تماما. بس انا بعمل ايه؟ أنا بركب السنان اللي لسه هلمعها على الستارة ديت. لما بكتر الطبقات عمرها ما هتشوف اللون الرمادي. هي هنا قبل التلميع. ليه بقى قبل التلميع؟ علشان التلميع ده لوحده فن. ده اللي بيفصل إن أنت بتبقى صاحب المعمل اللي عندك في المكان ولا بتودي لمعمل خارجي. لما بتودي المعمل الخارجي هو عنده شيت جايد، يعني اديني اللون ايه 3.5، ما تنفعش تقول له ايه 3.25، ما ينفعش تقول له ايه 3.2، ما ينفعش. هو انت عندك كلر هيديك الكلر اللي موجود في الكتاب، ما ينفعش يغير. في السنان الاماميه الناس مش ستاندرد، ما ينفعش اقول لك انت رقمك 2، انت رقم 3، ما ينفعش. انت ممكن تبقى 2.2 2.3 علشان اطلع الاكيرسي بتاعه اللون. فاعمل ايه؟ أنا بعمل اللون في بق المريضة عشان أضمن إن الموضوع يطلع 100% طبيعي. ودي الفنيات دي اللي بتفرق. ممكن واحد يروح ويعمل الشغل ده ما يطلعش اللون حلو. لما بنطلعه أنت هتحس كده إن السنان دي ميتها ماشية مع بعضها 100%. هنحط بقى إحنا الجليز أو الملمع، وبنحط الستين اللي هو بيظبط اللون عشان أطلع اللون ده 100%. لو وريتك بقى المريضة ديت وهي من بتبتسم هتلاقي المنظر طبيعي جدا. وطبعا الجميل هنا ان احنا ملاحظين او مراعين الدفوهات الموجودة في عندها شفة الشمال من ناحية الشمال اوطى سن. ايوه، فاحنا برضو مدينا الشكل، يعني ايه اللي هو مش عشان ما ينفعش ان احنا نلعب في اطوال الاسنان من ناحية الشمال. صح، فلازم يعني الشفه دي محتاجه بقى تتظبط بطريقه ثانيه، اذا كان فيلر في المستقبل او هي نفسها ربما يعني تحتاج شويه اكسرسايز عشان تقوي العضلات بتاعه الناحيه الشمال. مظبوط. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب وماجستير جراحات الفم والاسنان من كليه الطب وعضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان، نورتي الناس الحلوه. ميرسي يا دكتور ايمن. خليكم معانا مع الناس الحلوه.